وما تسمعوا في راديو ميد في راديو ميد عصام في نابل والحمامات و 104.1 في تونس ويكابون راديو ميد راديو ميد راديو ميد une vague de bonheur. اهلا وسهلا مرحبا موجود صباح راديو ميد مازلنا متواصلين معكم حتى نص النهار باش نمشيو الى موضوع يهم مقدمه الاخبار نوال الزرقاني مقدمه الاخبار بالتلفزه الوطنيه موضوع يعني تحكي فيه المده الاخيره علاش تمت يعني اقالتها او هل قدمت استقالتها من تقديم الاخبار شنو اللي صاير تدوينات يعني متواصله لنوال الزرقاني واخرها تدوينه خطيره تقول انه تنحات خطرها انترغومي يعني من وراء البلاي كذي الكلمه الخطيره اللي قالتها نوال زرقاني في اخر تدوينه لها باش نفهم الموضوع تسويت في لب الموضوع معنا مباشره ماتر احمد عباس هو محامي مقدمه الاخبار نوال زرقاني اهلا وسهلا سيد احمد مرحبا صباح النور اهلا وسهلا صباح الخير مرحبا دونك شنو اللي صاير بالمناوبتك مانيش فاهمين يعني اليوم هل قدمت استقالتها ما قدمتش استقالتها اليوم علاش تم استبعادها او هي من اختارت انها ما تقدمش الاخبار ده هو الاكيد انه مناوبتي السيده نوال الزرقاني عمرها ما قدمت حتى طلب لا للاستقاله ولا للاعفاء من اي مهمه كانت يعني هذه المغالطه قاعده تصير تو عندها يمكن حكايه 48 ساعه او حتى اكثر يعني المؤسسه الوطنيه قاعده تو تروج في معناتها فيرسيون انه منى وقتي هي اللي قدمت طلب استقالتها وعفاء من تقديم الاخبار الشيء هذا مو صحيح بتاتا ويلزم نرجع يمكن لتاريخ بدايه المشكل هذا اللي هو يرجع الى تاريخ يوم الاثنين 8 نوفمبر 8 نوفمبر صارت مشاده كلاميه معناتها بين السيده نوال الزرقاني والسيده رئيس التحرير على اثرها المناوبه بالحق ما تحست بقلق كبير واثر عليها نفسيا بصفه غريبه برشا وكتبت طلب اعفائها وخليته على المكتب بتاعها دون ان تقوم بتقديمه يعني كتبت طلب اعفاء من تقديم نشره الاخبار بالضبط معناتها بخط غير مقروء معناتها بطريقه متسرعه بهستيريا رياكسيون شو نجم نقولوا معناتها بعد اللي اي انسان يعمل الحكايه هذيك باش على الاقل يفاناليز الستريس اللي عنده هو في اللحظه هذيك باش ما يرجعش عليه دونك كتبت الوثيقه هذيك وحطها على المكتب نتاعها وغادرت المكتب نتاعها يوم 9 افريل يهبط جدول تقسيم 9 نوفمبر والصحفيين 9 نوفمبر صحيح الجدول التقسيم معناتها الادوار بين الصحفيين باش يقدموا نشره الاخبار تفاجئ المناوبه انه بالحق الاسم نتاعها غير موجود دونك بالاستفسار على السبب معناتها قالها لي انت سبق انك صبيت مطلب استقاله مشيت توضح الامر لدى الاداره العامه قالت عمرها ما صارت الحكايه هذيك مثل ما حتى طلب انا صبيته اصلا وكان ثم طلب استقاله او يعني نجمو نفهموا استاذ اي نجمو نفهموا استاذ انه المقصود لهنا طلب الاعفاء اللي قدمته بعد ما صارت يعني المناوشه هذيك اعتبر مطلب استقاله نجم يكون هكا دون ان يقدم يعني دون ان يقدم معناتها رسميا قدمت حتى شيء معناتها كتبت وثيقه حطتها على المكتب نتاعها تفيق انه الوثيقه هذيك وقع تسريبها من مكتبها ووصلت السيده رئيس التحرير رئيس التحرير وصلتها للاداره العامه الاداره العامه هبطتها للجوريديك وخذوا قرار انه وقع اعفاء السيده نوال الزرقاني بناء عن طلبها في تقديم نشر الاخبار اللي هو معناتها امر خطير وخطير للغايه معناتها احنا من الاول بدينا على اساس انه بالحق يمكن يكون فما سوء فهم من الاداره العامه على اساس انه بالحق يمكن تراءى للاداره العامه انه السيده نوال الزرقاني تقدمت فعلا بطلب اعفائها وكان معناتها هذاك هو معناتها نيتها لكن وضحنا الامر للاداره العامه قلنا المراوغ الشيء هذا غير موجود بتاتا معناتها بالعكس يا اخي تو اصلا ما دام الحكايه ولات هكا لو احنا ماذا بينا يتفتح بحث اداري في الغرض يعني شكون الشخص اللي يتجرأ ياخذ وثيقه من مكتب شخص ثاني يعطيها للادارات المعنيه يعطيها للاداره العامه رئاسه التحرير للشؤون القانونيه ويتخذ على ضوءها قرار دون ان يكون المعني بالامر وصاحب الشان على علم ودرايه بما يحصل يعني قدمت وثيقه نتاع استقاله على اساس انها استقاله نوال الزرقاني لكن هي ماهيش استقالتها ثم شبه تدليس لهنا متر مع تخطير هو شبه تدليس نحكيو فيها وقت تجيك المناوبه تقول لك انا ما كتبتش المناوبه قالت انا كتبت وحطيت على المكتب نتاعي وما كانش عندي حتى نيه باش نصب الاستقاله نتاعي ثم شخص موجود في المؤسسه هز الوثيقه هذيك ووصلها رئاسه التحرير اللي بدوره وصلتها للرئاسه للاداره العامه اللي بدوره هبطها للشؤون القانونيه ولا معناتها اصلا هو علاش البحث الاداري مهم هنا اولا لكشف هويه الشخص اللي سرب الوثيقه هذه وخرجها من المكتب معناتها غدوه راهو اليوم انت جبت لي استقاله غدوه تنجم تجيب حاجه اخطر تصبها في المسالك الاداريه نتاع المؤسسه وتاخذ قرارات هذه واحد اثنين وهو الاهم انه كيفاش اداره في مؤسسه وطنيه
تقبل على نفسها انه يجيك واحد بمطلب اللي هو بين قوسين استقالة او اعفاء، معناتها هو مش شخص معني بالامر، ويصب لك المطلب هذاك وتعتمده انت وتاخذ عليه قرارات. يعني هذا يعني ايه يعني المعني بالامر ما مشاش هو يعني بشخصه، هو ما مشاش هو صب الاستقالة نتاعو معناها ايه في مؤسسة عمومية تحت، وبالرغم من ذلك قبلت الاستقالة اللي هي ماهيش تاخذ عليها قرارات قبلت. معناتها انت لو كان تمشي لاي مؤسسة عمومية تحترم نفسها، معناتها تمشي مثال انت زميلي نقول لك بالله انت ماشي تسنيتك صب لي هذا الكونجي هذاك دوموند دو كونجي نتاع نهار، ما يقبلوش عليك، يقول لك يجي معني بالامر ويصبوا، خاطر ما بعديش منكر فيه، يجي معني بالامر ويصبوا في مكتب الضبط وياخذ عدد الضبط نتاعو باش غدوه من بعد راهي فيها مسؤوليه. غدوه راهي فيها مسؤوليه، معناتها صيتك اليوم كشخص مستقيل او معفى مهمه برشا من بعد. باهي لهنا قانونيه اخرى مهمه برشا. طلبنا من الاداره العامه معناتها المطلب يفتح بحث اداري في الغرف على اساس انه باش نفهم الموضوع وباش على الاقل نرفع اللبس الحاصل انه راهو احنا من جهتنا رانا ما قدمناش حتى مطلب استقاله. نفاجأ ببرود كبير، معناتها ما ثم حتى تفاعل مع المطلب هذا. أكثر من ذلك يوم الاثنين الفارط يعني أمس في أحد الإذاعات الخاصة يخرج بين ظفرين مصدر مطلع، يعني يكشف يرفض حتى الكشف عن هويته اللي هو أصلا اللي يجيش في الإعلام، معناتها ما بينش تحكي حكاية على الأقل اكشف على هويتك باش نعرف أنا بعد نجي نطعم فيك في مصداقيتك في صيفتك في كذا. جي سيد يعرف نفسه على أنه مصدر مطلع ويؤكد أنه سيدة نوال السركاني قدمت استقالتها، قدمت بطلب استقالتها واعفاء. هنا اصبح الامر خطير. لهنا لهنا شنو هو الاجراء القانوني اللي اتخذتوه انتم معناتها اليوم كان بعد مطلب فتح البحث الاداري اللي هو يتسمى معناتها حاجه وديه، معناتها نحبوا نفض الاشكال بطريقه وديه ولا صحيح، ونقولوا انه انت فما ممكن سوء فهم صار وانه احنا هنا رفعنا سوء فهم، رانا ما قدمناش حتى وثيقه. اللي رانا انه اصلا المؤسسه تبعث في المصدر المطلع نتاعها باش تاكد رغم ذلك انه راهو السيده نوال الزرقاني قدمت استقالتك. هنا ولا الامر خطير. هنا الاجراء اللي باش يتم هو معناتها التوجيه محضر تنبيه رسمي عن طريق عبد المنفذ للسيده الممثله القانونيه لاداره التسلسل التونسيه، نعلموها رسميا الان انه راهو السيده نوال الزرقاني لم تتقدم باي طلب لاعفائها او استقالتها من اي مهمه كانت، هذا هو طلب رسمي. اثنين، فتح بحث اداري في الغرض ورجوع لكاميرا المراقبة للتثبت من هوية الشخص، هو الشخص اللي هز الورقة معناتها على أساس أنها هي استقالة نوال زرقان. فتح بحث إداري في سبب أنه الوثيقة هذه على فرض صحتها، علاش ما تعدتش بالمسالك الإدارية، علاش من إدارة من رئاسة التحرير تتعدى الإدارة العامة تتعدى الجوريديك، ما تعدت في حتى مكتب ضبط، وهذا راه مخالفة صريحة للإجراءات الواجب اتباعها. مناوبتك كيفاش تم إعلامها أستاذ معناتها بقبول الاستقالة؟ كيف تم الإعلام؟ طريقة ما نعرفه لا شكل. تم إعلامها بشطب اسمها ساعة من جدول تقديم، من جدول التقديم ومن بعد حتى تتحب تاخذ معلومة راهي ما تاخوهاش، معناتها المعلومة تجي تاخذ معلومة السيدة نوال الزرقاني ما تاخوهاش من مصدر، ما يجيش يعيط لك يقول لك تفضل اقعد إذا نفسر لك وضعيتك. لا احنا المعلومات ناخذوها بطريقتنا، معناها نكلموا فلان اي تستقوهم في المعلومات من صلب المؤسسه عن طريق الزملاء معناتها نتاعنا نتاعنا وائل غاديك اللي موجودين غاديك، اي ما ثماش يعني طريقه تواصل مباشره مع الاداره العامه والشؤون القانونيه بالمؤسسه التلفزه الوطنيه، ما ثماش تواصل. ابعد ما يكون يعني انت اليوم في مؤسسه عموميه نجي نبعث لك انا مكتوب ونقول لك يا سيدي الرئيس المدير العام راهو فما شبهه، ما نحبش نقوم تاع فساد، شبهه انحراف بالاجراءات، هاي نلطفها، راهو فما وثيقه تقدمت على اساس انا قدمتها، راني ناكد لك اني ما قدمتهاش، ناكد لك يعني انا ناكد لك ما قدمتهاش. هنا فما زوز مسارات لازم تاخذ مجراها. المسار الاول انك تطوق الحكايه تقول اوكي مادامك انت ما قدمتهاش اكاو وفات الحكايه ومش لازم وما نكبروش الحكايه وكاو وفات الحكايه. المسار الثاني انك تحل بحث تقول لا هذا امر خطير، ساعه قبل كل شيء نتنازلوا على حكايه الاستقاله ولا كتب العفاء ما دامك انت اكدت اللي ما قدمتوش، ونحلوا بحث في الغرض ونثبتوا الحكايه هذه شكون عملها، خاطر خطيره في مؤسسه اعلام وطني راهي خطيره، معناتها تسمي رواحكم سلطه رابعه، خطيره العمليه اللي صار. هو طبيعي اكيد لازم نفهموا شنو اللي صار، خاطر مؤسسه وطنيه ومؤسسه التوانسه الكل هذه راهو معناتها مش مؤسسه وطنيه، معناتها كلها دافعين فيها ضرائب، معناتها كلها دافعين فيها ديات لليوم انا وانت والعباد الكل، معناتها كان جات في دوله اخرى انا شركاء فيها المؤسسه وصولا كل شهر نفهموا الضرائب. اي وصولا الى اخر التدوينات الخطيره سورتو التدوينه الاخيره وهي خطيره جدا لنوال الزرقاني، يعني فيها اتهامات بالجهوية معناتها مع الأسف شنو اللي صاير معناتها لهنا، خاطر الكلام جارح اللي قالته نوال الزرقاني على روحها، معناتها تحكي على روحها تقول أنا خاطر أنا جيت من كذا وكذا حتى باش نجم نعاود، قلتها مرة كهو ما نجمش نعاودها أكثر من مرة الكلمة، ثم تنمر، ثم شنو اللي صاير بالضبط؟
هو الحقيقة باش تفاجئك سيدي الكريم أنه مش أول مرة تعرض للتنمر، وأنه إذا كان السيد ناول الزرقاني معناتها عمل التلميح للجهويات رأي تعرضت لما هو أخطر من ذلك، ومش بالتلميح بالتصريح. يعني أنت السيد ناول الزرقاني في سنة 2014 وقع عفوها من تقدي نشرة الأخبار، وهاني باش نقول لك علاش، بداعي السمنة الوزن الزائد. ما تبدا انت قاعد في المكتب نتاعك يجيك قرار يقول لك انت ماكش تهبط اونتين اليوم، علاه؟ والله انت سمينه. معناتها فهمت، معناتها وصارت الحكايه بالتصريح هذا في 2014، وهذا في 2014 وصولا الى اليوم مازال ثم ضغوطات، يعني هرس لما نوع هذا وصولا لليوم. شو وصولا لليوم ثم ضغوطات من كل الانواع. معناتها نحكي لك، معناتها انا بالنسبه لي عندي حق باش نحكي لك الحاجات اللي انا عندي فيهم وثائق وفي محامي، ما نجمش نحكي في موضوع ما عنديش فيه مؤيده. فهمت؟ اما الحاجه الاكيده اللي انا معناتها بوصفي معناتها صديق حتى للسيد ناول الزرقاني، كي تحكي لي على الشيء اللي قاعد يصير في المؤسسه والتنمر ومعناتها الضغط والتضييق والقمع والاحراج، راهو معناتها حاجات معناتها بالحق يندى لها الجليل. معناتها بالحق، معناتها من جهه تقول لك سمينه باش نخرجك من الانتي، من جهه اخرى تقول هي وثيقه تلقى مطيشه تمشي تهزها تعديها في اللي سيركوي ادمنستراتيف وتعتمدها وتلقى روحها المراه على برا. المره الاخرى في بيريود الكوفيد كتبت ستاتي معناتها وقت اللي هي بين حياه وموت، معناتها في تجربه مريره بعد ما اصيبت بالكوفيد الناس لعدوها اكزاكتومون، عملت كتبت ستاتي معناتها كيف تضييقات وقمع وكيفاش تكتب هكا وما يجيش وتو ناخذ فيها اجراءات وتو كذا. الكلام الاخر اللي يتقال نتاع الجهويات انا الحقيقه ما نستغربوش، ما عنديش عليه مؤيدات، ما نستغربوش وما نمفيش ونصدق من وقتي. فهمت؟ ونزهها على انها تكون معلومات غلطه، على خاطر يقول لك من امكنه الاكثر امكنه الاقل. معناتها اذا كان انت اليوم جرأت وعندك معناتها رصيد كافي من سامحني في الكلمه الوقاحه انك تجي لشخص تهبط من اونتين تقول على خاطرك سمين، اذا كانك انت اليوم لقيت الجراه انك تاخذ ورقه من تفرق ورقه من وثيقه من مكتب شخص وتهز تسبب له فيها في اعفاء من خدمته معناتها وفي معناتها في انهيار نفسي وصحي، معناتها السيده تو معناتها راهي في حاله معناتها صحيه متوتره برشا حتى نفسيا معناتها اثرت عليها الحكايه. ماشي ما بالطبيعه معناتها راهو الظلم مش باهي. معناتها نجي انا نقول لك راهو راكم غلطين يا جماعه، راني ما قدمت حتى مطلب، راني ما قدمتش حتى استقاله، متمسك بخدمتي ونحبها رغم اللي قاعد يصير في اسوار المؤسسه، راني نحب خدمتي. واضح ماشي. رغم هذاك تجي معناتها الحكايه تتواصل وكل شيء، معناتها انا ما نستغربش من امكنه الاكثر امكنه الاقل. اذا كان انت قيت الجراه انك تتنمر عليا علنا تقول لي اهبط راك سمينه وما تصلحش تنزل، هذيك لي ورقه وعديتها في اللي كلوار، هبطت استطيع على الكوفيد عملت تضييق، تو معناتها السيد ناول الزرقاني راه تزوز استجوابات في جرتها. استجواب قالوا لها راك تعتدين على رئيس التحرير، واستجواب قال راك مزقت جدول واحد وقت اللي امور كيف هكا تثبت بالكاميرا نتاع المراقب تثبت بالشهود، اما هكا اعطيها انت استجواب معناتها وترها عملها ستريس كذا ومش مشكل تو بعد الملف يتكون واحد واحد. واضح ماتر. دونك في الخطوه اللي تقوموا بها اليوم هي عدل منفذ في المؤسسه الوطنيه تتبع الحقوق. صحيح باش نعطيو معناتها باش نرفعوا التو معناتها حقوقيه على كل طرف، معناتها احنا نقول لكم راهي وثيقه هذيك راهي خرجت عبر مسالك غير قانونيه وغير سليمه تعتمدوا فيها، هذا تو مش نعلمك رسميا اللي هي الوثيقه هذيك راهي مش صادره عليا، وهل نطلب منك معناتها رسميا تحل بحث الغرض، راهو في خلاف ذلك تصبح انت متستر على الجريمه هذيك. واضح. انا اليوم كي نجيب لك حاجه ونقول لك راهي مصدرها فاسد، رد فعلك ما تستعملهاش راهي مصدرها فاسد، اي كومام انت تستعملها مع علمك بفساد المصدر راك تصبح شريك على معنى فصل 32 مجله جزائيه. واضح يعطيك الصحه ماتر. احنا متمنين من نصف الشيء هذا الحكي. اكيد احنا ما نحبوش الناس الكل معناتها نشوفوا حاجه هكا، خاصه في المؤسسه في مؤسسه الام هي التلفزه الوطنيه التونسيه التلفزه التونسيه الكل على كل. هذه تقريبا حيثيات. يعني شكرا استاذ احمد عباس محامي مقدمه الاخبار وزميله صحفيه نوال الزرقاني على كل هذه التوضيحات بخصوص الموضوع اللي صاير في التلفزه الوطنيه واعفاء نوال الزرقاني من تقديم نشره الاخبار. اكيد حق الرد مكفو للمؤسسه التلفزه الوطنيه في شخص يعني الناطق الرسمي باسمها والمكلف بعلام والاتصال باسمها والممثل القانوني للتلفزه الوطنيه، خاطر سمعنا الروايه نتاع المحامي، سمعنا روايه نوال الزرقاني، واكيد مهم جدا انه نسمعوا زادا روايه التلفزه الوطنيه باش نكونوا يعني على نفس المسافه من الجميع. شوي اخر احنا باش نرجعوا، كانت هذه لب الموضوع. لب الموضوع بعد شويه باش نمشيو الكورال، فيديو بتاع كورال يعني اثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤسس الكورال باش يكون معانا في المباشر شويه اخر في موجة صباح الراديو ما تبعدوش موزيك